خلاص السلام عليكم. موضوع النهارده تكمله للمواضيع اللي فاتت، تمام؟ ازاي بقى نبدا نتحكم في الحاجات اللي احنا درسناها المره اللي فاتت. فموضوع النهارده حاجه اسمها ستيل هاردنابيلتي، تمام؟ فاخدنا محاضره اللي هي بتاعه الهاردنينج، وكان في موضوع اللي هو موضوع تريبل تي داجرام، تمام؟ فموضوع تريبل تي داجرام دخل فيه موضوع التايم، صح؟ التريبل تي يعني التايم ترانسفورميشن، اوكي؟ فلما دخل موضوع التايم لقينا الموضوع بدا يختلف شويه. والنهارده كذا حد بدا يسالني بيقولوا لي دكتور ازاي بيكون استرايت بعد الخط بتاع 727 اللي هو بتاع التريبل تي ده، صح؟ اللي انتوا كنتوا شفتوه في الايون كاربون ان ما بيبقاش فيه استرايت تحت مين؟ بعد 727 بيتحول بقى للبرلايت مع فيرايت او برلايت مع سمنتايت، فازاي؟ فشباب اللي انا قلته في الايون كاربون داجرام، تمام؟ ان ده كان ايون كاربون عند تايم معين، ولا تايم هنا ولا تايم مختلف؟ عند كونستنت تايم اللي هو التبريد في الهواء مثلا، تبريد بطيء، اوكي؟ ما لو في لو عامل التبريد داخل معاك لازم الكيرف ده يبقى 3 دي، تمام؟ دي ثلاث محاور، فاحنا هنا كونستنت تايم. فعشان كده لو انت بصيت على التبريد البطيء في التريبل تي كان بيدخلك في البرلايت، تمام؟ انما التبريد السريع كان بيبقى فيه ايه هنا؟ كان بيبقى فيه استرايت وممكن يتحول لايه؟ لمارتنزايت، تمام؟ فالايرن كاربون ده مش كيرف عام للحديد مع الكربون، تمام؟ ده كيرف بتاع الحديد والكربون ات ايه؟ ات روم تمبريتشر، خلاص اللي هو تبريد بطيء. انما لو ايرن كاربون وبيتبرد تبريد سريع ممكن يبقى الكيرف غير كده خالص، تمام؟ اوكي؟ فالكيرف بيبقى اللي هو بقى موضوع التريبل تي دايجرام، انك انت بتاخد عينه وعينه واحده. يعني التريبل تي ده لكام عينه؟ لعينه واحده، ما انت لازم تثبت حاجه، يا اما تثبت نوع العينه، يا اما تثبت وسط التبريد، تمام؟ يا اما تثبت درجه الحراره، يعني لازم حاجه تثبت عشان تقدر تدرس بقيه العوامل، تمام؟ طيب ايه هو موضوع الهاردنابيلتي؟ يعني ايه كلمه ستيل هاردنابيلتي؟ اولا ده اختبار، تمام؟ اختبار بنعمله عشان اعرف عشان اعرف الهاردنابيلتي بتاعت المعدن. ايه بقى كلمه هاردنابيلتي؟ الهاردنابيلتي كلمه هاردنابيلتي، تمام؟ كلمه ابيلتي معناها قدره حاجه، صح؟ فهي معناها قدرة المعدن ان هو يتعمل له عملية هاردنج، تمام؟ او قدرة المعدن ان انا اقدر ازود الهاردنز بتاعته، اوكي؟ انا في معدن ممكن ما يبقاش قابل ان يزيد الهاردنز بتاعه، تمام؟ هنا بيقول لك الهاردنابيلتي a measure of the ability of a specific alloy لعينة معينة to be hardened، تمام؟ قدرة سليكة ان يحصل لها عملية هاردنج، تمام؟ بمعنى ان هو يتكون مارتنزايت as a result of the heat treatment، يعني معناها ان قدرة سبيكة انها تكون ايه؟ مارتنزايت. ما المارتنزايت ده قلنا الهاردنس بتاعته ايه؟ الهاردنس بتاعته عالية، فانا الهدف عندي ان انا احاول اكون مين؟ احاول اكون مارتنزايت، تمام؟ المواضيع دي يا شباب مش سهلة، تمام؟ في معدلات تبريد معينة، يعني في معدن قلت لكم عليه المرة اللي فاتت اسمه دوبلكس ستانلس ستيل. الدوبلكس ستانلس ستيل ده وهو بيبرد، تمام؟ الابحاث بتقول انه هو بيبرد من درجه حراره 900 ل 850 وهو نازل كده، تمام؟ ما هو بيبرد من 900 ل 850 لازم تعديها في اقل من 5 ل 8 ثواني. عارفين الثواني اللي على الساعه دي، تمام؟ لو ما عداش في اقل من 5 ل 8 ثواني هتحصل مصيبه. واضح؟ تمام؟ ايه المصيبه؟ ان بيكون فيزز، بتبقى فيزز بريتري جدا جدا جدا، كانك ايه حاطط حته طوبه جوه حاجه طريه، تمام؟ فلو في بريشر عالي او حاجه تبص تلاقي ايه الحاجه اتكسرت بكل سهوله، فلازم يبقى في تحكمات معينه في السرعه. فهنا الهاردنس معناه انك انت تقدر تكون مارتنزايت. طب لو ما قدرتش تكون مارتنزايت يبقى مش هتقدر تعمل هاردنج لمين؟ للمعدن. ما معنى انك انت عايز تعمل هاردنج معناه انك انت عايز تحصل على الفيز اللي هو المارتنزايت. طب ايه فايده بقى الهاردنابيلتي تيست؟ فايده الهاردنابيلتي تيست موضوع النهارده ان انا اول حاجه ديترمنز ذا كولينج ريت، اول حاجه بيحسب مين؟ بيحسب معدل التبريد اللي هو يعتبر الكوينشنج ميديوم، يعني بيقدر يقول لك انت اتبرد في ايه بالظبط؟ ما احنا المره اللي فاتت اخذنا ان انا لو سبت المعدن 4 ساعات او 120 ثانيه هيدخل بيرلايت، صح؟ او باينايت. طب انت تجيب الكلام ده ازاي؟ ما هو فعليا في ارض الواقع عشان تحصل على معدل التبريد ده انت محتاج وسط تبريد معين،
ميه او زيت او هواء او كذا او كذا او كذا. فانا عايز حاجه تقول لي ما تدينيش تايم معين، تديني مين؟ تديني وسط التبريد، تمام؟ اللي هو خلاص تقول لي ابرد فين، ماليش دعوه بقى ايه اللي هيحصل وقت ايه وقت وكلام من ده، تمام؟ بتحسب الماكسيمم هاردنس بوسبل، تمام؟ يعني ايه بتحسب ماكسيمم هاردنس بوسبل؟ يعني بتحسب لك قد ايه اكبر هاردنس تقدر تحصل عليه. يعني ممكن واحد يعمل عمليه هيت تريتمنت ويحسب نفسه ان هو جدع قوي، خلى مثلا هاردنس توصل ل 50 في نظير ان هو ممكن يقدر يوصلها ل 60، تمام؟ فهو بيحسب ان اقصى حاجه مثلا 50. فالهاردنابيلتي تيست بتقدر تحسب لك ايه اكبر هاردنس تقدر توصل لها، تمام؟ ودي حاجه في غايه من الاهميه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان في ناس شغاله بمعاد معينه وبيضطر ان هو يغيرها ويشتري معدن اعلى عشان ايه؟ عشان قيمه الهاردنس بتاعته اعلى والمعدن ده يبقى غالي، في نظير ان هو ممكن ما يفكش اي حاجه ولا يعمل صيانه ولا يعمل شوب داون، بس ممكن يعمل عمليه هاردنج للمعدن ده ويقدر يوصله للهاردنس اللي هي العاليه. يبقى ده بيحسب لي الماكسيمم هاردنس الممكنه، بيقدر يحسب لي الديستريبيوشن بتاع الهاردنس، تمام؟ مش احنا قلنا الهاردنس على السطح بتبقى غير الهاردنس جوه، صح؟ والكلام ده هنشوفه النهارده. بيقدر يحسب لي الديستريبيوشن، واخر حاجه بيقدر يعمل لي كالكوليشنز ان هو بيعمل تنبؤ، بيعمل بريدكشن لقيمه الاجهادات الداخليه. فاكرين موضوع ريزيرفر ستيس فلانك اللي اتكلمت عليه قبل كده؟ قلت لكم ده كارثه. ليه كارثه؟ ده الاجهادات الداخليه انت ما تعرفهاش. فانا مثلا اخترت معدن التنسايل ستريس بتاعه الالتيميت تنسايل ستريس بتاعه مثلا ب 600 ميجا باسكال، وانا عندي الحمل ب 300، فعايش حياتي بفاكتور اوف سيفتي كبير قوي، فمطمن و100 100. ولكن تفوجئ بعد سنه سنتين ايه اللي يحصل؟ المعدن يروح مكسور. ليه؟ ها؟ كان في اجهادات داخليه، والاجهادات الداخليه دي زادت بقى قيمتها ب 300، 300 زائد 300 اللي انت حطيته راحت ايه؟ راحت الحاجه مكسوره. فبالهاردنابيلتي تيست تقدر تحسب الاجهادات الداخليه جوه المعدن. طيب الموضوع معتمد على ايه؟ معتمد على ثلاث حاجات. انك انت تعرف الكومبوزيشن بتاعت الالوي، تمام؟ وتعرف ايه وسط التبريد المناسب، وتعرف ابعاد وشكل العينه. الثلاثه دول بيأثروا. يعني شكل العينه بيأثر ولا ما بيأثرش؟ بيأثر. يعني لو عندك عمود في مكنه، العمود ده مثلا شكله مربع، تمام؟ ابعاده مربع، كروس سكشن مربع. يجي وفني يقول لك ايه والله ما فيش في الورشه قطع غيار اللي هي مربع، فممكن يبقى مدور مفيش مشكله وهيأدي الوظيفه، وانت تلاقيه فعلا بيأدي الوظيفه وبيعمل الحركه مثلا وخلاص. لا، ده هيبقى ليه تأثير كبير، وده اللي هنشوفه النهارده، تمام؟ لو الكروس سكشن الشكل بيأثر توزيع الاجهاد. شباب لما بتيجي تحسب ستريس بيساوي فرصه على الاريا، هتأثر شكل الاريا والكروس سكشن ولا لا؟ طبعا الشكل المربع بيبقى فيه مثلا ستريس كونسنتريشن عشان فيه زاويه 90، الدايره غير، صح؟ فالاجهادات المومنت لما تيجي تحسب الاي والجي والحاجات دي اللي انت درسته، انك تحسب الاي والجي والكلام ده، صح؟ هل الانرشيا بتاعت الشكل المستطيل زي الشكل اللي هو الدايره؟ اكيد لا. السايز اكيد هيأثر، وهثبت لكم الكلام ده، تمام؟ وطبعا نوع الماده والوسط التبريد. طيب الاختبار ده اسمه جوميني اند كوتش تيست، تمام؟ جوميني اند كوتش تيست، يعني ايه جوميني؟ ده اسم عادي، تمام؟ خلاص. فالتجربه بنسميها باسمه. التجربه دي عباره عن ايه؟ بسيطه جدا. بنجيب عينه، تمام؟ سلندريكال شيب، عينه سلندريكال شيب، وبيبقى قطرها بوصه، تمام؟ ده عينه ستاندرد، اوكي؟ وطولها 4 بوصه. العينه دي بتبقى سلندر بمنظر المايك ده كده. باجي هنا بشيل طبقه كده، تمام؟ اوكي، عشان تبقى فلات. يعني لو انا شلت حته دلوقتي، لو انا دخلت صباعي ده كده بعمق شويه وشلت، هتبقى الحته دي كده فلات، صح؟ ايه فايده؟ زي الحته دي كده، شيل الفلات اهي. ايه فايده الحته الفلات دي؟ عشان اقدر احطها على الجهاز بعد كده واقيس قيمه الهاردنس. الهاردنس بيتقاس ازاي؟ حد عارف؟ بصوا الهاردنس، تعريف الهاردنس ايه؟ ها؟ الهاردنس اللي هو مقاومه الخدش، تمام؟ فالهاردنس ده الجهاز بتاعه كده. بصوا انا هبقى انزل لكم كده مع المندوب محاضرتين او ثلاثه لبعض الاختبارات، تمام؟ يعني محاضره كده مش عليكم، اوكي؟ بس تقدر تشوف فيها ازاي الهاردنس تيست، اللي هو الكلام ده المفروض تدرسوه. فانا طبعا امكانيات المعامل حاجه صعبه جدا، فهنزله لكم. ويا ريت اللي هيبص على كل محاضره من دول يبص عليها كده، يعني يبص عليها بعد الامتحانات خالص، اوكي؟ ويخش بقى على اليوتيوب، ويخش على مواقع كده ان هو يشوف الكلام ده. في معامل بتبقى مصوره باختبار ومصوره كل، يعني لو دخلت على جوميني اند كوتش تيست ده تقدر. ده طبعا كنت بديه السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها في المعمل، تمام؟ دلوقتي عندنا الورشه كلها بتقع، فالمعامل كلها قفلت، فما بقاش في عملي. فتقدروا تشوفوا كل الكلام ده من على اليوتيوب، وتقدر تتعلم اكتر كمان على فكره، خلاص؟
المهم ده الجهاز ده بيبقى عباره عن ايه؟ جهاز كده بيبقى ليه طول كده تمام زي الصبع كده بالظبط، بتنزل تضغط على المعدن تمام؟ فبتعمل فيه اثر تمام؟ بتعمل فيه ايه؟ اثر. لو انا جبت لو انا مسكت المفتاح بتاعي مثلا دلوقتي وضغطت على البنش ده بالجامد، المفتاح ده صلب صح؟ هيضغط كده على البنش هيسيب لي اثر هنا صح؟ طب لو ضغطت بيه على السيراميك ها؟ ولا هيعمل حاجه. لو انا ماشي في الشارع على الاسفلت مش هسيب اثر برجلي، لو الاسفلت ده لسه سخن ولسه جديد بتسيب اثر، لو انت رحت على الكورنيش مشيت على الرمله بتسيب اثر، لو دخلت في الحته اللي فيها ميه اكتر رجليك بتغرز اكتر بتسيب اثر اكتر صح؟ فبيحول القيمه بتاعت الايدنتيشن من الغرزه اللي انت غرستها في المعدن دي لايه؟ ها؟ ما هو معنى انك انت خدشت المعدن انك انت عملت فيه غرزه ان هو طري، معنى انك انت ما تسيبش فيه اثر كبير ان هو الهاردنس بتاعته عاليه صح؟ فهو بيحول القيمه دي لقيمه الهاردنس، في كده كالكوليشن بيحولها لك لقيمه هاردنس تمام؟ فهو بيبدا يقيس الهاردنس. طب بيعمل ايه؟ يجي هنا كده بيلحق بليت شبه دي كده تمام؟ بيثبت هنا بليت وبياخد ده كده بيروح حاطه هنا، ده كده زي حرف يو تمام؟ في فتحه في هول كده شبه ايديا كده خلاص، ويروح ماسك العينه دي اللي اخرها فيها حته بليت كده بيروح مسقطها كده، فالحته البليت دي تركز فين؟ تركز هنا، ودي تفضل ايه مدلدله كده تمام؟ فالحته دي لما بتفضل مدلدله كده في هنا ماسوره وبطلعها ايه عليها؟ بطلعها هنا ميه تمام؟ برضه هو بيفتح يبقى في ميه، اللي هو الرسمه دي اختصار دي هي الرسمه دي تمام؟ طبعا دي ببقى حاططها في فرن، العيان دي ببقى حاططها في فرن تمام؟ درجات حراره عاليه جدا 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 بتبقى لونها احمر تمام؟ بجيبها لما بضرب الميه من هنا ايه اللي هيحصل تحتاني؟ هتفرد. هل دي بردت؟ هل دي بردت؟ هل دي بردت؟ لا. طب بص تلاقي ايه بقى اللي بيبرد كده لونه بيسود صح؟ لو انت جبت السكينه كده على النار حطها تحت الميه تلاقي كلها اسودت مره واحده. تعالى بس ايه حطها يعني جيب كوبايه كده وغرزها في نقطه ميه كده وطلعها بس مش كلها يعني، هتلاقي دي ايه بردت صح؟ وهتلاقي بقى ايه بالتدريج كده اللون الاحمر بيضيع في الاتجاه ده كده تمام؟ ليه؟ عشان الميه بردت ده فده برد بينقل برودته للي بعديه للي بعديه للي بعديه للي بعديه للي بعديه صح؟ فهنا هيبقى في معدلات تبريد مختلفه بالطول ولا لا؟ يبقى النقطه دي بردت في وقت اسرع من دي اسرع من دي اسرع من دي اسرع من دي اسرع من دي، فانا لما اقيس الهاردنس هنا هيديني مدلول ان هاخد هاردنس قد ايه لما معدل التبريد يبقى بكام صح؟ ما انا كده معدلات تبريد مختلفه، واحد يقول لي معدلات تبريد مختلفه ازاي؟ ده انا بضرب بميه بس، سيبك منها ميه بس، هي ميه بس الميه خبطه فين؟ انت لو مسكت دي كلها وغرستها في الميه وطلعت يبقى كده وصل تبريد ايه؟ واحد. انما هنا وصل تبريد معدل التبريد مختلف، معدل انا بتكلم على مين دلوقتي؟ معدل التبريد تمام؟ فده بالنسبه لي حاجه مهمه جدا. طب تعالى نشوف لو انا مسكت العينه دي تمام؟ حطيتها كده في وضع افقي، ادي النقطه اللي كانت ملامسه الميه. دي على بعد قد ايه من السطح؟ على بعد صفر، صح؟ ودي مثلا على بعد مثلا 32 من نقطه التبريد. اوكي؟ فده الديستانس فروم كوينشنج اند، كلمه كوينشنج اللي هو التبريد يعني تمام؟ فبرسم هنا الخط بتاع الهاردنس اوكي وببدا عند كل نقطه بقيسها بالجهاز ببدا اطلع قيمه الهاردنس. قيمه الهاردنس على السطح ايه؟ عاليه قوي حوالي مثلا 56 50 مثلا. النقطه اللي بعديها الجهاز مطلعها بكذا، اللي بعديها طلعها بكذا، اللي بعديها طلعها بكذا. فبدانا نرسم الكيرف ده. الكيرف ده شفناه قبل كده صح؟ فاكرينه؟ ده اللي هو ايه؟ فاكرين المحاضره بتاعت الهاردنج لما قلت لك في حاجه اسمها كيس ديبس؟ فاكرين موضوع كيس ديبس اللي هو قلت لك موضوع الهاردنج ممكن مثلا تعمل 100 هاردنج للسطح فيديك مثلا عمق مثلا 5 مللي او 6 مللي بهاردنس عاليه تمام؟ اهو هاردنس عاليه اهو على السطح، وبعد كده هنا بتبدا تبقى قليله جدا صح؟ ده اللي احنا قلناه، فهو ده اللي بيقدر يطلع لك الكلام اللي عندك. فهيبقى عندك كيرتر شبه ده لماتيريال معينه. الاختبار ده سهل جدا على فكره، يعني عايز اقول لكم يعني لو شفتوه عندنا في المعمل حاجه بسيطه جدا، احنا اللي عاملينه اساسا، احنا اللي عاملين الحاجه يعني. تجيب حله يا عم، حله كده تمام، وجيب لها زي حرف يو كده المونيوم ومسمارين تمام، وافتح فتحه من هنا خلاص بس، ومن تحت كده يبقى في ماسوره تمام، وتبقى واقفه كده، وافتح الميه هتطلع ميه زي نافوره تمام، وجيب وحط بقى الكلام ده بتعمله في المعمل عادي خالص، جهاز بسيط جدا تمام. حط العينه دي في الفرن بدرجه حراره معينه، وبعد كده وتبقى فيها مفهوم فيها حاجه هنا وسقطها كده اوكي. بنبدا النهارده الميه هنا لوقت معين، وبعد كده بنسيبها بناخد دي على ده اللي كان بيحصل في السكشن ده اللي انتوا كنتوا بتشوفوه. بيبدا العامل ياخد الكلام ده على المكنه
بيبدا ياخد نقطه هنا ونقطه هنا ونقطه هنا ونقطه هنا. كنت انتوا بتكتبوا له ارقام المفروض وراه، بيبدا تقدروا ترسموا شكل شبه ده. تمام؟ فلو في معدن جديد بتستخدمه وما انتش عارف خواصه، بقدر ان انا اعمل اختبار بكل سهوله. كان حد عنده سؤال ورا؟ أنا خط؟ الخط ده؟ حبيبي أنا قشطت حتة بسيطة عشان السطح ده يبقى فلات عشان الجهاز يقدر يقف عليه. قشطت، أدي الدايرة أهي، أدي الأسطوانة أهي. قشطت حتة من هنا عشان دي دايرة. الدايرة لو أنا الجهاز نزل واقف عليها هيبقى واقف على نقطة. فأنا عايز يقف على مساحة، لازم تبقى فلات. فدي نقط، مجموعة نقط واخدها على السطح. لا على السطح. اهي بص اهي شايف دي؟ شايف الحته الفلات دي البيضه دي؟ شايف النقطه اللي عليها؟ هي دي النقطه اللي انا قايس عليها. دي فين؟ انا عايز اعرف الفرق بين المعدل اللي بره على السطح وجوه. جميل قوي انت. طيب اوكي، ها حد فاهمه؟ ايه بقى بيقول ايه؟ من بره ومن جوه صح؟ الله ينور كده، انتوا شاطرين. نعمل الكلام ده ازاي يا اذكياء؟ ها كده انتوا ايه؟ بصوا اللي انتوا بتقولوه ده، اللي انتوا بتقولوه ده ده العملي، تمام؟ اللي هو الشغل فعلا. اللي احنا بنقولوه ده عشان نقدر ندرس الحاجه، بمعنى ايه بقى؟ بصوا في الاساس هو اللي انتوا بتقولوه هو ده الصح، تمام؟ وده اللي انا كنت هقوله في الاخر بقى. ان انا عايز اعرف ده لما هيبرد الماسوره دي، لو دي ماسوره مثلا هتبرد من هنا اللي جوه اقل 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 اقل، فانت عايز تعرف كده صح؟ مش عايز تعرف كده، مظبوط؟ لو انا عايز اعرف كده هتحط هتقيس ازاي؟ هتقف ازاي بالجهاز؟ فانت عايز حاجه يعني، لو انا جبت الميه وصدرتها على السيرفس اللي هنا، تمام؟ فعايز اقيس من جوه، هتلاقي الحته دي معرضه للهواء، فمش هتعرف تعمل التجربه صح. فاحنا عاملين هنا التجربه، الارقام دي تحولها للديامتر بعد كده. يعني بص مش دي عند صفر، بص كده ده ديستانس فروم ايه؟ فروم سيرفس صح؟ خد بقى نفس الارقام دي لو بالنسبه للسطح، لو بالنسبه لانها دايره، فاهم قصدي ولا لا؟ يعني اللي على السطح الدايره هو الرقم ده، الدايره اللي جواها هو الرقم ده، الدايره اللي جواها هو الرقم ده، بس ما كنتش هتعرف تعمل الدواير علشان انت مش هتعرف. بص انت عشان تقيس الهاردنس بتاع الدايره اللي تحت اللي بره دي لازم تشيل الطبقه دي وتقيس الهاردنس. عشان اشيلها باي مكنه تقطع وانت بتقطع هتولد حراره في المعدن، هتغير في كميه الهاردنس اللي انت عايز اساسا تقيسها. فاهم كده قصدي؟ انما بالطول كده مش محتاج تقطع حاجه، انت بتصدر هنا ميه، فالنقطه اللي هنا هتبرد بعد النقطه دي صح؟ فتقدر تقف هنا تقيس النقطه، مفيش مشكله. كده فهمتني ولا لا؟ فهي التجربه معموله بالطريقه دي تحايلا عشان الموضوع يطلع ارقام مظبوطه، اوكي؟ انما عمليا هو هيبقى اللي انت بتقوله، هو ده اللي احنا هنشرحه كمان شويه. ايه؟ مفيش حاجه اسمها بالتقريب. فين التقريب اللي انا عامله هنا؟ مين اللي قربها يا ابني؟ انا قلت لك تقريب دلوقتي. مفيش حاجه اسمها تقريب، لا ده مش تقريب يا حبيبي. يا ابني دي نقطه معرضه للتبريد صح؟ دي طلعت هارنس، النقطه اللي بعديها بملي اللي هي هارنس ثانيه صح؟ فهي هي لو انا بتكلم على السطح ده بتاع الدايره، لو انا عرضت دي التبريد هتبقى دي الزيرو بالنسبه لي، اللي بعديها بملي هتبقى زي اللي بعد هنا بملي، هي هي. المهم هي على بعد قد ايه من التبريد. فاهم قصدي؟ اوكي؟ دي تحتيها، فهي هي، خلاص؟ طيب، لو بصينا بقى على الشكل، ايه اللي بيخلي فريم الهارنس بالشكل ده؟ فعلياً، فعلياً هو الشكل ده. ايه بقى؟ ادي العيال احنا كنا بنتكلم عليها في توزيع الهارنس اهو، تمام؟ ايه السبب في الكلام ده؟ ليه بره عالي قوي وجوه واطي شوية؟ بره عالي عشان هنا معدل التبريد اللي هو ايه؟ هنا دي النقطة اللي بتلمسها المية صح؟ معدل التبريد سريعة قوي. فخلتك تنزل في الحته بتاعت المارتنزايت صح؟ اتكونت ايه؟ مارتنزايت. لو اخدت نقطه هنا ده معدل تبريد ابطا ولا اسرع؟ ابطا صح؟ فدخلتك في البطيء شويه اللي هو بدا يتكون معاك مين؟ بيرلايت، انما في النص مارتنزايت مع بيرلايت صح؟ فاقل في الهاردنس. فهنا ليه الهاردنس عالي قوي؟ عشان تبريد سريع فتكون عندي مين؟ مارتنزايت. فهو ده الكيرف اللي ادانا في الاخر مين؟ بالشكل ده. فالمصيبه اللي عندي انتوا دلوقتي بقى في اول المحاضرات كنت بتحسبوا ان المعدن ليه مايكرو ستراكشر، كنت بسالك ايه المايكرو ستراكشر بتاع كذا، وكان بيبقى ليه رسمه وترسموا بقى خطوط ودوائر ومش عارف كذا صح؟ بدات دلوقتي تكتشفوا ايه بقى؟
لان انا ممكن يبقى مايكرو ستراكشر على مين؟ على السطح غير مين؟ غير جوه غير جوه غير جوه غير جوه، صح؟ فده ممكن يحصل، وممكن انت تتحكم ان هو ما يبقاش موجود. ازاي؟ ان انا بعمل وسط تبريد معين بحيث ان هو يديني معدل تبريد شبه منتظم على السطح، فتبقى التغيرات ما تبقاش كبيره. وممكن انا ابقى عايز الكلام اللي احنا موجود قدامنا ان يبقى مايكرو ستراكشر بره غير المايكرو ستراكشر اللي جوه. فاذا محدش بقى يقول لي طب لو جات لي كده، لا ده انت اللي تقول كده او انت اللي عايز كده، ده المفروض. اوكي، ها دي مفهومه. طيب يبقى الكيرف ده انتوا كنتوا بتحسبوه المحاضره اللي فاتت ان هو بتاع عينه واحده، ان ده خلاص هي عينه ده معدل تبريد. لا ده للاسف ان ممكن تبقى عينه يحصل لها اكتر من وسط، ايه اكتر من معدل تبريد. اوكي خلاص. طيب بص كده مثلا، يعني كان في حاجه بس حكيت للمجموعه الاولانيه عليها. بالنسبه لمعدلات التبريد والكلام ده، الموضوع مش يعني في ناس يعني مهما تقول، انا ممكن اقول لكم المحاضره دلوقتي واطلع اسالكم سؤال بكره ولا حاجه الاقي نفسكم عندكم نفس القناعه. تمام، فكان في مشروع كبير بيتعمل هنا في اسكندريه. تمام، عشان المحاضره دي فيها تسجيل فمش هقول اسم المكان بقى خلاص. تمام، فكان في ماشين، الماشين دي كبيره تمام قد نص المدرج ده كده. تمام، عباره عن فلات بيز. اوكي، الفلات بيز ده دي فائدتها ان فيها تحتيها كلها كويلز. تمام، الكويلز دي بيشغلوها فدرجه الحراره بتبقى عاليه قوي. تمام، فبيحطوا عليها الحديد. اوكي، صناعه سفن. اوكي خلاص، فاجزاء السفن الجسم بتاع السفن وكده الستيل بيبقى السيكنس بتاعه بيبقى كبير. تمام، اجسام السفن والحاجات دي بتبقى سيكنس بيبقى كبير، ممكن 48 مللي وممكن 56 مللي، يعني عارفين سيكنس قد كده، ده حاجه ضخمه يعني. فعشان يستعدلوا حديد او يتنوا حديد لازم ايه؟ لازم يسخنوه. هو مفيش افران بالايه؟ بالاحجام دي كلها عشان يدخل فيها الاجزاء دي، فبيجيبوا بيز كده كبيره زي باللغه العربيه كده طبليه كبيره جدا، بيحطوا عليها المعدن ده وبيبداوا ايه بالخط يقدروا يعدلوا او يتنوا حاجه ما درجه حرارتها تبقى عاليه قوي. بيحطوا المنتجات كلها وبيسيبوها ساعه كده ولا حاجه تبقى درجه حرارتها عاليه. تمام، فايه يبداوا يشتغلوا عليها. تمام، فده كان مشروع جديد. اوكي، فالمهم المكنه دي لما تيجي من بره لازم تعمل لها عليك جرايدنج، تنعيم كده للسطح بتاعها كله. تمام، الاول ليه؟ هقول لكم ايه. لو سطح خشن معناه ايه؟ السطح خشن معناه في حته عاليه وحته ايه؟ واطيه، حتى لو انت مش شايفها بالعين، صح؟ معناه ان في حته عاليه وحته واطيه. الحته الواطيه دي معناها ايه؟ ستريس كونسنتريشن، او معناه كانه شلف صغير. ممكن تفتحه، ممكن لو فتحت صباعيني كده معناه انه شلف ويجري لتحت، صح؟ صح؟ فانا الافضل ان هو يبقى عندي ايه؟ ناعم، عشان في ستريسز، في درجه حراره عاليه هتشتغل عندها المكنه دي، فيحصل تمدد. ها؟ وانكمش، فلما الشرخ ده يتمدد مش لازم ينكمش بنفس الشكل بتاعه، فيحصل كراك روس. تمام، فلازم يبقى السطح ايه؟ ناعم. خلاص، فطبعا في ناس كتير ايه ما بتبقاش فاهمه، صح؟ فعادي خالص جرايدنج، يلا اعمل جرايدنج مفيش اي مشكله خالص. عملوا جرايدنج. تمام، فبعد ما عملوا جرايدنج بيفحصوا بقى السطح بتاع الحاجه كده بشويه، في اختبار كده كنت بتكلم عليه في اول محاضرات، حاجه اسمها بي تي. تمام، بحاجه كده بتترش على سطح، شايفين السطح ده مثلا، برشه كده ماده. تمام، الماده دي ليها قدره كبيره قوي على التغلغل، قدره كبيره جدا، وبمسحها خالص عشان ما يبقاش شايف منها اي حاجه. تمام، وبروح رشش كده بودره بيضه كده. تمام، زي الحاجات اللي هي الفومز وكده، ليها قدره على الامتصاص، فتروح ممتصه لو في حاجه. فبص تلاقي ايه بقى؟ خطوط كده حمراء. تمام، اللي هو لون الماده اللي تحت. فمعنى الخطوط دي كلها ان في ايه هنا؟ ان هنا في شلوخات كانت ممتصه ده، وانت رحت ايه؟ زي كاني حطيت حته قماشه هنا كده، فلو في ميه نايمه جوه القماشه دي هتروح ايه؟ ممتصه مثلا. تمام؟ فلاقوا البت دي كلها منوره. عارفين يعني ايه منوره؟ يعني كلها كراكس. دي ليه بقى؟ حد عارف بعد القصه دي ايه؟ المفروض الاجابه عندكم دلوقتي. ها؟ جاوبه كمان، جاوبه عادي. ايه السبب يا ابني؟ ما تكلمش علمي بس دلوقتي، يعني اتكلم بصوره كده بسيطه. ايه اللي حصل يا شباب؟ السرعه، انت ايش فاهمك انت بسرعه منتظمه؟ طب لو السرعه منتظمه
ايه الحراره بقى دي؟ ولد حراره، نتكلم بقى في الحراره. خلاص اوكي؟ حراره شويه، عمليه الجرايدنج لما بتشوفوها، عارفين الرمل بيسند السكينه؟ بتلاقوا ايه طالع كده؟ نار كده صح؟ دي معناها درجه حراره واطيه قليله ولا درجه حراره عاليه؟ طب حد عارف بكام؟ حد عارف بكام؟ محدش عارف بكام؟ مش احنا درسنا درجه حراره بتاثر على المعدن؟ طب درجه الحراره دي ممكن يبقى تاثيرها ايه؟ بنسبه كبيره يبقى سلبي للموضوع، فممكن يعمل جرين جروس، تمام؟ فالجرين جروس ده كبير، لما يحصل جرين جروس حجم الحبيبه بيبقى كبير. فلو اي تسخين وتبريد، الاماكن دي بنسخنها عشان تعدل الحديد وكده، وبعد كده وهم مروحين يروحوا ايه؟ شوت داون، فتمدد وانكماش، تمدد وانكماش كلها بقت كراكس، تمام؟ المكن دي ثمنها عالي جدا جدا جدا. وخلاص يعني المكن دي عشان يجيبوها عشان تتجاب تاني، يعني بتتكلم في 10 سنين بعد كده او 20 سنه عشان يبقى في ميزانيه تاني، تمام؟ خلاص؟ فدي كارثه. بلاش اكتر من كده. طيب فالموضوع يا شباب، نوع المعدن بتاع البيت دي كان وايت كاستر، تمام؟ فهو ليه طريقه معينه في تشغيل. ايه بقى اللي بيتم؟ طب ايه النقطه بس المغزى في الكلام المور ده؟ المغزى في حاجه واحده بس. اللي كانوا واقفين كانوا ميكانيكا انجينير، عشان نبقى عارفين. ميكانيك اللي هو ميكانيكا انتاج، خلاص؟ والاثنين فاضيه، ما عادي خالص، جرايدنج، ما فيش اي مشكله. طب يا جميل، هو مش معروف ان الجرايدنج ده هيأثر على السطح؟ مش معروف ان ده معدن ليه سرعات معينه المفروض يتقطع عندها، ولا مش المفروض سرعات معينه يتقطع عندها؟ مش في حراره تتكون، تمام؟ الدراسات دلوقتي اللي بتتعمل بره في المانيا او في كندا، تمام؟ بيعملوا دراسات بقى على موضوع الجرايدنج، بيعملوا حاجه اسمها سيرفيس جرايدنج او سيرفيس هاردنينج جرايدنج، تمام؟ بمعنى ايه بقى؟ عارفين الكرانك شافت بتاع العربيه؟ الكرانك شافت ده لازم يبقى ناعم، عشان هو عباره عن كمات، تمام؟ وفي بيستون وفي حركه، فعشان ما يتاكلش فلازم يبقى معمول هاردنينج، الهاردنس تبقى عاليه بتاعت السطح، صح؟ تمام؟ وبيتحرك كتير في امباكت رود، فلازم البطن بتاعته تبقى ضغطيه، فلازم تعمل له بعد ما تتكه تعمل له عمليه ايه؟ هيت تريتمنت. طب ده بياخد وقت ولا ما بياخدش وقت؟ هو محتاج سبيشال تولز ومحتاج مكن مخصوص. فبداوا يعملوا ايه؟ الكلام الشفت ده لازم يتعمل له جرايدنج، وبعد الجرايدنج هيت تريتمنت. فبداوا يعملوا ان لقوا الجرايدنج بتطلع حراره وبتعمل مصيبه. طب ايه رايك ان احنا نطلع حراره بحيث انها تكون ريكومندد؟ يعني ايه؟ انت تلاقي العامل كل ما يزود السرعه بتاعت الحجر وانت بتسد السكينه تلاقي مر اكتر طالعه، صح؟ يبقى كل ما هتزود السرعه، انت لو عملت كده كل ما هتزود سرعه ايديك الاحتكاك، ايه اللي هيزيد؟ الحاجه دي. فايه رايك ان انا نعمل دراسه ان احنا نقطع بسرعه معينه بعمق قطع معين بتغذيه معينه، اللي هو الكلام بتاع اعدادي ده، الثلاثه برامتر دول هيطلعوا لك حراره معينه. الحراره المعينه هي اللي مكتوبه في الكتب. لما بقول لك نعمل نورمالايزنج على 950 يبقى تحاول تطلع حراره بكام؟ ب 950. فانت كده استفدت ايه؟ الدبل بقى من العمليه، ما احتجتش تعمل ايه؟ كانك عملت جرايدنج وهيت تريتمنت كمان، تمام؟ المصيبه انك انت تعمل الحاجه اللي مش مناسبه للحاجه، تمام؟ انك انت تعمل الحاجه وما عندكش قناعه ان دي ممكن تاثر بالسلب على الموضوع، تمام؟ فده اللي كان موجود هناك، ولا يفقه اي شيء في حاجه شبه كده. اتعملت عمليه جرايدنج، وعلى فكره الراجل اللي عمل جرايدنج بروفيشنال، تمام؟ طالع على السطح 100 100، يعني كواليتي عاليه جدا 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 كشكل، ولكن كخواص ميكانيكيه ها بالسلامه خلاص، اوكي؟ فانت ممكن تحصل على برودكت شكل جميل، صح؟ زي المنتجات الصينيه كلها شكلها جميل، ولكن ها فاهمين قصدي كجوده؟ فاحنا بنتكلم على شقين، فمحدش يهمل الموضوع ده تماما، اوكي؟ في حد عنده سؤال؟ حضرتك؟ بيغير شكل السيرفيس بمعنى بيغير معمولات دراسات بقى، يعني احنا عندنا في الورشه تحت في مكنه كرانك شافت جرايدنج ماشين، تمام؟ فبيتعمل دراسات انك انت تطلع حاجات معينه. طيب مفهوم الجزئيه دي؟ بصوا يا شباب، انا بس يعني انا موثوق شويه في ان انا اتكلم في حاجات عملي زياده، تمام؟ ولكن بس ايه، يا ريت الامثله اللي بقولها دي تبقى تتزرع عندكم شويه، واتمنى وانا مقتنع من جوايا بنسبه 100% مش هتتزرع ولا حاجه، عشان يعني ده اللي انا بشوفه. عادي ده جرايدنج، نعم صح، ما هي لازم تتنعم،
يا عم ماشي، ما تركز، مش انت بس مجالي يلو، انت لما هتعمل بروسس معينه هتاثر، بتبداوا تنسوا يعني، بتقنعوا نفسكم دائما ان ما فيش ربط ما بين مين؟ ما بين الدراسه اللي انتوا بتدرسوها والعملي. وهديكوا زي ما شايفين في الكلام على فكره، بصوا بس ان انا الكلام هيبقى كنت اكمل المثال اللي انا بقوله تمام، عشان ده كان في مكان كبير. مش هكمل يعني، ملوش لازمه، انتوا بديك بس الجانب العلمي. فالموضوع شباب يعني صدقوني حاجه شبه كده تودي في مصايب سودا. اوكي خلاص يعني دول بس ايه الموضوع عشان يتغطى ويتدارى ومحدش يلبس كده سجن او نيابه، الموضوع بيموت وخلاص وايه، وتعيش بقى الوقت ده وخلاص، وبعد كده ايه نبقى نطلب طلب انها باظت مش عارف ايه وكذا تمام. انما الموضوع ممكن تتحول، لو انت شغال في مكان تتحول بقى لنيابه اموال عامه او تتحول لكذا او كذا. ماشين شبه دي يا شباب بيبقى ثمنها ملايين، ماشي؟ الموضوع مش بسيط خالص زي ما انتم متصورين تمام. مش 10 ده كان تكلفه واحد واثنين عشان دولار تمام. فشباب المواضيع صدقوني يعني ما تاخدوش الموضوع بهزار، انا بس بقول لكم الكلام ده مش داخل احكي معاكم كده على فكره، عشان انا ما عنديش وقت وانتم ما عندكمش وقت، انا بحسسك بالموضوع تمام. فالمواضيع بتبقى صعبه شويه خلاص، فالناس تحاول انها تبقى عندها قناعه ان اي حاجه هتتعمل بتبقى ليها افكت معين، فلازم تبقى عارف ان الافكت ده. تعالى كده نبص على الشكل ده، بصوا كده على اول رقمين ايه شبه بعض ولا لا؟ ها كلهم كام؟ كلهم 86. فاكرين الكود اللي انا قلت لكم عليه اللي هو الاربع ارقام؟ اخر رقمين مختلفين، دول نسبه مين؟ فده نفس الالوي تمام، اللي هي الالوي 86 بقى، اللي هي فاكرين بقى لما كنت بقول لكم لو كروم بتبقى واخد رقم 8 وكذا بيبقى واخد رقم كذا وكده تمام، واخر رقمين نسبه كربون. فده نفس الالوي بس نسبه كربون مختلفه. ايه اللي حصل؟ ها التلفات بتاعتها بتاعت الهاردنس. بص يا شباب، تخيل انك انت عندك ابلكيشن لو الهاردنس بتاعتك قلت عن 50 ده معناه ان هو يتهرس. يبقى حاجه ايه هتتهرس؟ يعني انت مثلا المفروض في حاجه هتشيل حمل مثلا، حاجه تتحرك عليها، لو الهاردنس قلت من 50 معناه ان هو يتحرك عليها هياكلها هتتاكل تمام. انما لو هي اكتر من 50 ان هي تقدر تشيل مين؟ تشيل الحاجه اللي ماشيه عليها. خلاص تعال ناخد ال 50، قادر ال 50 اهي، مين اللي اعلى منها؟ الثلاثه دول ينفع تشتغل بيه؟ ده من اساسه من اول ما هتركبها ما مش هتبقى موجوده، فاهمين قصدي ولا؟ خلاص يعني اول ما يجي القطر مثلا يمشي على الماده دي القطر مش هيبقى موجود مثلا. هتيجي تحط مثلا عارفين الجوان بتاع العربيه اللي هو الرابر والحاجات اللي بتتحط دي، مجرد ما تيجي تحطه ما يتهرس ما يبقاش موجود خلاص. فدي مش هتنفع، فهينفع تعالى بقى ايه شوف ال 50 هينفع استخدم بيه لحد سيكنس، لحد ما يتاكل سيكنس قد ايه؟ حوالي 4 مللي بس. ينفع استخدم دي لحد فين؟ 10. ينفع استخدم دي لحد فين؟ 32 مللي ولسه 50. ها دي حاجه كويسه ولا مش حاجه كويسه؟ بس دي استحاله اعمل منها قضيب قطر طبعا، ده هتبقى تخلف عقلي يعني، ده الماده دي غاليه جدا 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 جدا، فمش هستنى لحد ما 32 مللي بس هتنفعني في ابلكيشن معينه. فاهمين قصدي؟ اوكي؟ ايه الفرق ما بينهم؟ ان في ماتيريال بيحصل لها ديجريشن يعني انخفاض لقيمه الهاردنس بشكل كبير قوي، يعني الثلاثه دول عاليين في قيمه الهاردنس بس ايه اللي حصل لدي؟ ها بتنزل على طول الميل، انا بتكلم عن الميل بتاع الكيرف تمام، والميل بتاع ده ايه؟ شبه ايه؟ شبه معدول شويه، وده اكتر بقى تمام. فدي الهاردنس بتاعتها اعلى تمام، دي ده بيبقى ناتج عن حاجات كتير. ركزوا لي كده على ده، شايفين ال 86 40؟ ها شايفينه؟ شايفينه؟ اهو تعالى بقى حطيت معاه ايه بقى؟ نركز في الارقام 40 نفس مين؟ نفس نسبة الكربون، أخدته هو هو بنفس نسبة الكربون وجبت معادل نفس نسبة الكربون، بس غيرت مين بقى؟ غيرت في الألوي ذات نفسها، كربون ستيل ولا كروم ستيل ولا كذا ولا مانجنيز ستيل ولا كذا صح؟ اللي هو الارقام الاولانيه. ايه اللي حصل؟ ها شايفين الحلو قوي بقى اللي فوق ده اللي هو 43 40 قل عن ال 50. بص ده انت ماشي لحد 50 ولسه ايه؟ الله اعلم كمان بكمل افقي ولا ايه وضعه صح؟ مش متاثر خالص، قيمه الهاردنس بتاعته عاليه جدا جدا بالمعدن كله تمام؟
ليه؟ عارفين الثيرمال كوندكتيفيتي والسبيسيفيك هيت والكلام ده، ده معدل فقد معين تمام، فالمعدن كله بيفقد الحراره بسرعه فبيبقى خواصه شبه متجانسه فيه كله، فلو انت رفعت الهاردنس هترفع ليه كله، ولو قللت هتقلل ليه كله، فده بيبقى ليه مزايا كبيره تمام. وادي 41 40 يبقى اللوزه نفسها ليها تاثير ولا مالهاش تاثير؟ ليها تاثير. طب الكربون ذات نفسه ليه تاثير ولا مالهوش تاثير؟ فده بيبين لك تاثير الالوي، وده بيبين لك تاثير مين؟ نسبه الكربون. طب ايه فايده الكلام ده؟ لا ليه فايده ان انا في بعض الاحيان ما عنديش في السوق غير معدن 86 40 اللي هو ده مثلا 86 20 مثلا، فتقول ده الهارنس بتاعته ميته خالص وما ينفعش اشتغل بيه تمام، واضطر بقى ان انا اشتري معدن اغلى ومش موجود في السوق زي ال 43 ولا ال 41 تمام. طب ليه؟ طب ما انا بس الافران اللي عندي اطلب منهم ان هم يزودوا مين؟ كربون، ده حاجه رخيصه تماما يعني، ازود الباودر بتاعت الكربون تمام خلاص. ايه اللي هيحصل لحد ما احصل على ده او احصل على ده؟ ها صح ولا غلط؟ هيبقى عمره اطول مش هيبقى عمره اطول؟ نفس اللوي بتاعتك اللي انت مثلا مش موجود، مصانعنا كلها في مصر ما بتنتجش مثلا غير 86 خلاص، هتقدر بنسبه الكربون لو انت فاهم تقدر تحصل على اللي انت عايزه. طيب لو احنا في كونديشن معينه ان الافران بتاعتك ما ينفعش نسبه الكربون فيها او المعدن بتاعك ما ينفعش نسبه الكربون فيه تزيد عن 40% عشان ابلكيشن معينه، مش الكربون لما درسنا بقى الكربون ممكن تدخل في قصه غير او حاجه، فانت ملزم مثلا بال 40% تمام ومختار ده، لا ممكن اخليها 40% بس احط عناصر معينه يبقى 41 فيبقى بالمنظر ده، بس نفس نسبه مين؟ نفس نسبه الكربون. فانا اقدر في موضوع الماتيريال اشتغل على اللي انا عايزه تمام، اقدر ان انا اتحكم فيه بصوره كبيره. كان حد رفع ايده وانا ستين. ايه مشكلته؟ ستين اربعين. الستة وثمانين ستين اعلى صح؟ فخلاها ستة وثمانين ستين صح؟ خلاص يعني معنى كلامك نلغي كل الدنيا ونخلي ايه الحاجات الحلوة بس. ده من وجهة نظر، ده مش حلو بالنسبة لي على فكرة، ده ممكن يبقى وحش عشان الهاردنس كبيرة بسكنس كبير، فلو في امباكت لود مش هيبقى كويس. هختار ده فيه هاردنس عالية في المنطقة دي بس داكتايل من جوه، فيبني كل حاجه ليها ايه؟ ليها استغلال. فاهم قصدي ولا مش فاهم قصدي؟ انا مش عايز هاردنس عاليه وخلاص لبعد كبير، انا في عندي كونديشنز ثانيه. مفيش مشكله زي ما انت عايز، زي ما انت عايز يعني، انت على حسب الابلكيشن اللي عندك بتبدا تختار تمام. ففي معالم كتير جدا 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 وبتبدا تختار اكوردنج الابلكيشن. ممكن يكون واحد شبه ده يستحمل درجه الحراره ده عليه، ده مش مستحمل درجه حراره عاليه بس عنده هاردنس عالي، فاستخدم ده لو في مجال فيه هاردنس عالي بس ما فيش حراره، وده هاردنس عالي بس لو فيه حراره، هبقى مضطر ان انا استخدم ده، ما ينفعش استخدم ده. ماشي؟ فهي الموضوع بيبقى كونديشنز مختلفه في حاجات كتير جدا 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 تمام؟ طيب في بقى كيرفات ثانيه بتساعد الموضوع اللي هو العالم بقى اللي اسمه جوري ده عملها تمام؟ اللي هي الكيرفين اللي احنا مثال للكيرفين اللي احنا شايفينه قدامنا، في كيرف للووتر وفي كيرف مثلا للاويل وفي كيرفات ثانيه لاوساط تبريد مختلفه تمام. فهل ده شبه ده؟ دي مختلفين. في كيرف اهو بتاع السنتر ده بقى اللي زمان ده بقى بيتكلم عليه ان هو السطح هيبرد اسرع من القطر اللي جواه القطر اللي جواه. فبصوا عند السنتر اهو وعند نص الراديوس وعند ثلاث ارباع وعند السطح قايس عند اربع حاجات تمام، وده البعد من السطح. الكلام ده بيستخدم ازاي؟ لو اخذنا مثال مساله تمام، بيقول لك انك انت عندك معدن اوكي القطر بتاعه 50 مللي تمام، 50 مللي يعني 2 بوصه، هي رسمه هنا بالبوصه يعني ففي الانش فمفيش مشكله اوكي، والمعدن ده نوعه 10 40. فبيقول لك رسم لي شكل هاردنس الايفوني بحيث انك انت هتعمل تبريد في الميه، فهختار اني كيرف اللي فاتوا الكيرف بتاع الووتر. لو قال لي الاويل اختار الكيرف بتاع الاويل، قال الكيرف اهو بتاع الووتر تمام، بخش عند مين؟ عند القطر اللي هو 2 بوصه واعمل خط. الخط ده هيقطع كام كيرف؟ اربع كيرفات. ننزل بالاربع نقط دول لتحت هيدوني هنا اربع ابعاد. نخلينا في اللي مرسوم ده، لما نزل هنا بتاع السنتر اداني نقطه قبل مين؟ قبل النص بشويه. نخش في الكيرف بقى اللي هو بتاع الماتيريال، بس انهي واحد؟ اللي فيه كام؟
اللي فيه 10 40 نخش قبل النص بسنه. نفس البعد بالظبط. لو دخلت كده هقطع الخط بتاع ال 10 40 ما اقطعش بقى التانيين. تمام؟ هقطع ده واروح جاي كده. هيديني هاردس بكام؟ حوالي 28 صح؟ فلو انا رسمت العينه اهي قطرها 2 بوصه تمام؟ هيبقى عند السنتر هاردنس حوالي 28. نيجي بقى عند النقطه اللي هنا هيقطع عند حوالي بعد النص بسنه، بعد ربع بسنه، ادي بعد ربع بسنه هتلاقي حوالي 32. هلاقي هنا فعلا عند حوالي 32. هتقطع ال عند ثلاث ارباع ريدس هتبقى قبل الربع بشويه، ادي قبل الربع هتلاقيها حوالي حاجه و40، ففعلا ثلاث ارباع هتلاقيها بعد ال 40 بحاجه بسيطه. عند السطح هتلاقيها بعد الصفر بحاجه بسيطه، لو دخلت بعد الصفر بحاجه بسيطه هتلاقيها حوالي 52 53، فعند السطح اهو طبعا هتبقى النقطه دي. فهتلاقيني وصلتهم كلهم، وطبعا هو شكل متماسك هيبقى هترسم كده. ده توزيع مين؟ الهاردنس زي اللي انت بقى اللي انتوا كنت عايزينه، اللي هو السطح من هنا وجوه شويه وجوه شويه وجوه شويه. اقل نقطه مين؟ جوه، عشان دي ايه؟ ها؟ ابطا تبريد. تمام؟ فابطا تبريد ممكن يتكون مين؟ بيرلايت، والهاردنس بتاع بيرلايت اقل بكثير من الحاجات الثانيه. فده كده التوزيع. تمام؟ طيب لو دي كان تبريد في الزيت، الزيت كان هيبقى ليك الفيل بميول ثانيه صح؟ اللي هو الرسمه دي. شايفين الرسمه دي؟ غير دي، الخط بتاع السنتر جاي كده شويه. فهتلاقي الاثنين بوصه هتبقى قطع عند مين؟ قطع عند النقطه اللي ما بين الثلاث ارباع ونص، انما في الثاني كانت قطع عند نقطه قبل النص، فهتبدا تديك ارقام ثانيه، صح ولا غلط؟ يبقى انا بصوا بقى نفس العينه بس بردها في الزيت هتديني ارقام الهاردنس غير لو انا بردتها في مين؟ في الميه. يعني الثاني يا شباب الاثنين بوصه اهي تمام؟ قطعت السنتر عند مين؟ ما بين النص والربع، تمام؟ انما هنا الاثنين بوصه قطعت السنتر ما بين الثلاث ارباع ونص. فهنا في فرق صح؟ لما تدخل بيهم في الكيرف بتاع الماتيريال اهو، ده الكيرف بتاع ال 10 40 اهو، ما بين النص والربع الاولانيه صح؟ اهي اديتني كام؟ 28. لما لو تبريد في الزيت ما بين النص والثلاث ارباع يعني نقطه هنا هتديني كام؟ حوالي 22 23. الارقام فرقت ولا الارقام ما فرقتش؟ الارقام فرقت. ده اللي هو معدل التبريد. تمام؟ فالموضوع طبعا مهم. طيب هستفاد ايه بقى؟ تعالى كده ناخد المقارنه دي مثلا. نفس القطر تمام؟ ايه المختلف؟ ونفس المعدة مختلف ولا مش المعدة مختلف؟ اللي على ايدينا الشمال 10 40 و 41 40 ها؟ ايه اللي حصل؟ في فرق في شكل هاردنس ولا لا يا شباب؟ ها؟ ده افضل ولا ده افضل؟ على حسب الابلكيشن تمام؟ اوكي. لو بصينا على الشكل اللي فوق الهاردنس بتاعته عاليه تمام؟ بتاع الثاني قريبه منه قوي على السطح ولكن قليله قوي ايه؟ جوه. ودي كويسه ولا مش كويسه؟ كويسه، عشان ده هتبقى الدكتيلتي بتاعته في البطن عاليه في الابلكيشن اللي فيها امباكت رود، الثاني هيبقى كويس في ابلكيشن معينه مثلا ثانيه تمام؟ فده كده نفس القطر. طيب تعالى بقى للمثال الثاني، نفس الماتيريال بس بقطرين مختلفين. بصوا كده ده قطر اللي هو 50 اللي هو 2 انش اهو، الرسمه بتاعته اهي للمعدن ده، نفس المعدن نفس المعدن بنفس التبريد بس خد قطر كبير شويه. ايه اللي حصل؟ ها هتلاقي قيم الهاردنس قلت قوي صح ولا بقت؟ بصوا يا شباب هو المفروض يبقى عامل كده معايا ولا مش معايا؟ مش السنتر هنا القيمه بتاعته بالقيمه دي؟ فالمفروض لما العينه تكبر السنتر بتاعه يبقى بنفس مين؟ بنفس القيمه، ولكن فوجئت لما انت كبرت القطر ايه اللي حصل اللي جوه؟ الهاردنس اللي جوه قوي قلت قوي. عارفين المثال ده معناه ايه بقى؟ لو انتوا بصيتوا كده للرسمه بس كدراسه كده ملوش اي معنى، بس خد بقى ايه المعنى بتاعه العملي. المعنى العملي بتاعه ايه بقى؟ انك انت بيجي لك عمود تمام؟ مثلا في عمود اهو في مكنه تمام وبتركب اوكي؟ فبتوع الصيانه لما يبوظ بيغيروه من السبير بارت الموجوده، السبير بارتس خلصت تمام؟ والمورد ما بقاش عنده من الموديل ده تمام؟ ففي اخطار ثانيه بقت موجوده تمام؟ فوالله الكتر ده 20 فيقول لك ايه؟ والله انا ما عنديش غير 25. يجي لك الفني والله ما فيش مشكله يا باشمهندس هو برضه هيركب وكده كده هيركب عليه الطاره ما فيش اي مشكله هنخبط الطاره كده من جوه نزود الروب بتاعها وهتركب ومفيش اي مشكله خالص وهتنقل الحركه وانت اتفرج كده هتلاقي الحركه بتتنقل وكله تمام.
وهتقول لي ايه؟ اه ده قطر كبير، ده هيقدر يشيل احمال اكتر، فايه؟ 100 100، صح ولا غلط؟ قطر كبير شويه الاستريس بس هو فرصه عاليه، ف 100 100 طبعا. بس المصيبه ايه بقى؟ المصيبه اللي انتم شايفينه هنا ان لما القطر اختلف توزيع الاستريس اختلف، الهاردنس اختلف ولا لا؟ اختلف، تمام؟ يبقى انت عندك هنا لو القطر صغير اقل قيمه للهاردنس جوه اهي، انما لما القطر بقى كبير قيمه الهاردنس انخفضت قوي، تمام؟ فممكن ده يبقى احسن في ابلكيشن معينه او ده يبقى احسن، بس القصه كلها ان القطر لما اختلف، لا الموضوع اختلف. ليه بقى؟ لما باجي اقول لكم يعني في ناس كتير قوي في الحاجات الانشائيه وكده، لا ازود في الابعاد والعمدان ومش عارف ايه، ده هيشيل اكتر، ده انت رايح في مصيبه سودا، انت رايح في هتروح في 60 داهيه. ليه؟ ها شباب، سيكنس كبير، تمام؟ هو سيكنس هو قد كده، نفترضه مكعب، نفترضه مكعب، ليه كام سطح؟ 6، كل دول هوا صح؟ وفي نقطه جوه، هتبرد اخر نقطه ولا لا؟ بعد وقت كبير صح؟ طب لو المكعب ده هو ابعاد ايديا دي، الفرق في التبريد بتاع النقطه اللي بره هنا والنقطه اللي جوه، هل وقت كبير ولا وقت صغير؟ انما لو مكعب قد كده هيبقى وقت كبير. يبقى انت كده بتتكلم في معدلات تبريد مختلفه يا شباب. يبقى الموضوع مش لما الابعاد تزيد هيبقى حلو والستريس بيساوي فرصه على اريا والدنيا جميله، لا. الستريس بيساوي فرصه على اريا، بس خواص الاريا دي ايه؟ خواص الاريا دي مختلفه تماما، خواص الاريا دي متدمره، لو الاريا اقل منها هتبقى احسن منها. فهمتوا قصدي ولا لا؟ فده يثبت لكم الكلام ده ان الموضوع قوة. واحد يقول لك في صناعه، تمام؟ والله احنا هنكبر الابعاد عشان ما فيش الكتر ده، الشركه ما بقتش تصنعه دلوقتي، فخد الكتر 25 اكيد هيبقى احسن من 20 يا باشمهندس، والسيرس زي اللي هو الكلام في السوق. بص هتلاقي نفسك على قناعه تامه وهتستخدم الكلام ده، تمام؟ ولكن لما تيجي تبص للدراسات والابحاث والكلام هتلاقي اهو كتر كبير وده كتر صغير ونفس المعدن ونفس التبريد ونفس كل حاجه. ها الاثنين واحد؟ الاثنين مش واحد، تمام؟ ما هيقول لك يا باشمهندس ده نفس المعدن، مش مهندس يعني ما اختلفش، ده احنا زودنا بس شويه في الابعاد، ماشي. بس ايه اللي حصل له وانت بتنتجه؟ لازم هيبرد، عشان ده كيب وهو بينتج كان سخن، سواء عملته بقى بالكاستنج، سواء عملته بالماشينينج، سواء عملته بالحال، اي عمليه صناعيه فيها حراره، تمام؟ معظم العمليات الصناعيه بيبقى فيها حراره. الا دلوقتي بس بداوا يشتغلوا كده في كندا في شركه اير باس، بداوا يشتغلوا حاجه اسمها كولينج باي نيتروجين او نيتروجين كولينج، هي ليها اسم كده علمي بس نسيته شويه. يلا حصل خير. عارفين كاوتش العربيات اللي هم بيقدروا يزودوا درجه النيتروجين؟ مش هو بيبقى فيه هواء وفيه نيتروجين دلوقتي؟ بتشوفه كده في الشارع ولا لا؟ تمام، بيقول لك النيتروجين افضل ولا الهواء افضل؟ طيب النيتروجين صح. ففي بقى دلوقتي حاجه اسمها التبريد بالنيتروجين، تمام؟ التبريد بالنيتروجين ده يكاد يخلي المنتج وانت بتعمله على المكنه حته تلج، يعني الحراره ايه اللي يحصل لها؟ ما تحصلش حرارات بقى ويتغير الخواص بتاع بعض. فانت لو ضمنتني في ده وانت بتصنعه ان الحراره ما تختلفش وانت بتنتج القطر الكبير عن القطر الصغير، اقول لك مفيش مشكله، الكيرف هيبقى كده سواء في الكبير او في الصغير. انما نتيجه ان معدلات التبريد بتختلف، هو ده اللي بيعمل. التكنولوجي بتاعت النيتروجين دي حاجه يعني حاجه عاليه جدا وتكلفه عاليه، فما ينفعش تعملها. ده معمل ابحاث موجود في كندا اللي هو بتاع اير باص وكده، اللي هي الحاجات الطيارات اللي هي الفرنسيه والطيارات بتاع بعض الطيارات معينه، تمام؟ فالقائمين عليه شغالين في الموضوع شبه ده، فده طبعا مش هينفع تعمله لكل الحاجات، تمام؟ فالموضوع بيبقى صعب شويه. ها فاهمين الجزئيه دي؟ طيب اوكي. طيب لو فالموضوع هنا دلوقتي، انت ممكن في الشغل ببقى مجبر على حاجات معينه، ممكن انا مجبر ان انا موقع انشائي في الصحراء، يبقى كده لازم فيه هواء صح؟ يعني وسط التبريد هنا هواء صح؟ مش ميه ولا زيت، مش هينفع اغطس حاجه في ميه ولا اعمل اي حاجه. فانت كده الوسط مجبر عليه. والمعدن مثلا مجبر عليه عشان مفيش غير المعدن ده مثلا، او مفيش غير ده اللي بيصدر او حاجه شبه كده. يبقى فاضل تختار مين؟ القطر، تمام؟ او الشكل. فبرجع بقى للشكل. انا عايز ايه؟ ها بصوا بقى كده. انا عايز هاردنس، اقل هاردنس تبقى قيمتها مثلا 50، تمام؟ والمعدن لازم 10 باين، فادخل عند النقطه بحيث انها تديني نقطه هنا عند السنتر، تمام؟ فالاقي القطر مثلا 2.5 بوصه او 3 بوصه، يبقى انا كده اخترت مين؟ اخترت القطر اللي حقق لي الكلام ده، فاهم؟ طب لو انا مجبر على القطر، تمام؟ انا دلوقتي بصمم جير بوكس، الجير بوكس بتاع عربيه او بتاع مكنه هو كله قد كده، فانا مجبر ان لازم يبقى القطر ده بكده عشان القطر اللي جنبيه اهو، عشان هنا في ترس وهنا في ترس، فما اقدرش ان انا العب في مين؟
في الاقطار. انا ما اقدر العب في مين؟ وسط التبريد، تمام؟ او اقدر ان انا اغير شويه في الكومبوزيشن بتاعت المعدن بحيث ان انا احصل على الحاجه اللي انا عايزها. فلازم بيبقى في فاريبل عندك، مش كل المواضيع بتبقى ايه؟ بتبقى كونستانت. ها اي سؤال؟